يعني اليوم محطاتنا جميلة جدا نيرمين، وخاصة هلا وصلنا للفقرة الفلكية اللي كتير منحبها. صحيح، مو بس كتير منحبها، كتير بتعطينا شغلات يعني لنعرف شو بده يصير، بنحاول ناخذ منها معلومات وطاقة إيجابية. أكيد نيرمين رح نقلب فيها أوراق ال 2021 وأهم الظواهر الفلكية اللي شهدتها، ما هي الإنجازات العلمية السورية وما الظواهر المناخية المستمرة وغيرها من المعلومات مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية. صباح الخير دكتور. صباح الورد سالي، صباح الورد نيرمين، كل عام وانتم بخير. وانت يا رب سنة خير عليكم وعلى بلدنا الحبيب، يا رب كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. وانت بألف خير دكتور. قبل ما نسألك عن أهم الظواهر الفلكية اللي حتكون بعام 2022، خلينا نرجع هيك لورا ونعمل جردة لأهم الظواهر الفلكية والأحداث الفلكية اللي كانت خلال هاي السنة. تمام، بعام 2021 بصراحة تميزت بنقطتين. خلينا نقول النقطة الأولى، كان نحن بسوريا ما قدرنا نشوف كسوف وخسوف، ما كان ب 2021 بمنطقتنا في كسوف وخسوف، لكن مذنب ليونارد يمكن الثقل الفلكي كان بآخر السنة، سواء مذنب ليونارد يلي مر وكان ممتع جدا، سواء اخر انجاز للبشريه يلي بيرجعنا لعصر غاليليو غاليلي لما استخدم التلسكوب عام 1604 يلي هو اطلاق تلسكوب جيمس ويب. تلسكوب جيمس ويب راح يخلينا نشوف تاريخ بدايه الكون، راح يخلينا نتعرف هل يا ترى في حياه في الكون ولا لا، راح يخلينا نشوف الاغلفه الجويه للكواكب الاخرى خارج مجموعتنا الشمسيه، وبالتالي سينعكس ذلك على معالجه الغلاف الجوي للارض. عام 2021 صحي العالم على مشكلتين، المشكلة كانت من عام 2019 اللي هو كورونا، المشكلة الثانية الاحتباس الحراري. لاحظوا العلماء أن هناك ترابط ما بين الاحتباس الحراري وما بين انتشار الأوبئة، يعني لاحظوا حتى نحن ببلدنا إذا منتابع وزارة الصحة أرقام المصابين بكورونا منلاقي بيرتفع المؤشر لما يكون الجو مثل هيك جاف بارد حرارة متدنية جدا، وبينخفض لما يكون في أمطار في جو طبيعي. إذا في ترابط ما كلنا بنقول، كلنا اليوم كنا عم نحكي تحت الهواء أنه راسنا واجعنا، ناس فيها مرشحة، مو بس راسنا حلقنا كمان. تماما، هذا الجو لأنه مو جونا، هذا جو صحراوي مو طبيعة مناخنا، وبالتالي جسمنا مو متأقلم معه. فكان عام 2021 يحمل هالمشكلتين، كورونا والاحتباس الحراري. فالعالم مصمم انه عام 2022 يكون عام بدء العلاج من كورونا ومن الاحتباس الحراري ان شاء الله. فاذا اذا بدنا نعمل جردة لعام 2021، في شيء سلبي كان يلي هو الاحتباس الحراري كورونا، في كان شيء ايجابي يلي هو تلسكوب جيمس ويب يلي ختمنا فيه عام 2021، مرور المذنب يلي كان من اروع واجمل المحطات الفلكيه بتاريخ عام 2021، اضافه للاقترانات اللي حصلت ومشاهده كواكب المجموعه الشمسيه بشكل لطيف وجميل. اذا عام 2021 لم يكن بالمطلق ايجابي، لكن بنفس الوقت نحن متفائلين بعام 2022 بسبب هالإنجازات العلمية يلي اختتمنا فيها عام 2021. نعم، يعني كنا عم نحكي عن الانجازات العلميه يلي كانت خلال السنه الماضيه، في ظواهر فلكيه رح تستمر من 2021 لل 2022. كثير حلو. هلا عام 2022 نحن طبعا مذنبات متوقع انه ما نشوف، لكن في ظواهر خسوف وكسوف حتشهدها بلادنا، هي ظاهره كثير حلوه. اذا في ظواهر فلكيه ممتعه رح تكون عام 2022، في اقترانات، في هطل شهابي، كله حيكون العام 2022 مجال رؤيته افضل. اضافه لهالشيء رح يكون في شيء جديد بعام 2022، هو التعاون الدولي اللي حاصل بدا يحصل بموضوع الرصد، اي اننا ممكن نرصد اي ظاهره فلكيه حتى لو لا تشاهد في بلادنا. هذا التعاون كتير رح يقدم معلومات حلوة كتير لهواة الفلك، اللي بيحبوا يستمتعوا. مثلا عندنا اليوم كسوف، أنا بدي أشوف الكسوف كامل، بشوفه عندي، بشوفه بدول الجوار، بشوف كل التلسكوبات حتكون مرتبطة مع بعضها البعض. نعم، هي شغلة جديدة وفريدة جدا. عام 2022 رح يحمل معه ظاهرتين كسوف وظاهرتين خسوف، رح يعمل معه هطل شهابي مرتين بالعام غزيرين وأربع مرات أقل غزارة، رح يحمل معه مشاهدة بعض الأجرام السماوية بشكل لطيف جدا، رح يحمل معه نظرتنا لتاريخنا من خلال جيمس ويب. تمام، إذا في شغلات كتير حلوة بعام 2022 احنا متفائلين فيها. عام ان شاء الله يعني رغم انه في احتباس حراري، رغم انه بلدنا ما زال عم يتعرض لاضطراب مناخي مثله مثل دول العالم. صحيح، ما زالت حرائق الغابات باوجها بسبب الحرارات العاليه بالصيف، ما زال موضوع التغيرات بطبقه الاوزون. تماما، لكن متفائلين. نرجع بنقول هو بفعل الانسان، انسان 100%. تماما 100%، لو الانسان تارك هالقصص كلها والله ما بصير اي شيء. خير. وقديش قلنا بنقول نرمين بدنا نروح على المرصد نحن ونتفرج على الكسوف والخسوف والتلسكوبات، ولكن بغض عليكم المذنب
مذنب مرور المذنب بيعطي ما في مذنب تاني يروح هلا سفراح عليكم حاليا ما في بس ان شاء الله يكون 2022 يمون مذنب. على فكره المذنبات صعب كثير التنبؤ بتغيير مسارها فممكن فجاه لكم في مذنب رح يمر لانه تغيير مسار المذنبات يرتبط بعده عوامل الشمس المشتري وبالتالي تناغم هذه العوامل يجعل تغير حركه المذنبات صعبه التنبؤ تمام. خلينا نسألك عن الظواهر الفلكية المتوقعة معناتها خلال 2022 هيك أبرز السمات العام الفلكية والمناخية اللي رح تكون خلال هذا العام. كثير حلو هالسؤال. خليني أول شيء هلا نحن بما أنه اقتربنا من رأس السنة وبتعرفوا برأس السنة كثير بيروج سوء المنجمين واليبيروا الأبراج وكذا وحتسمعوا كثير موضوع الكوارث الطبيعية بعدة دول وهذا شيء طبيعي مو هذا تنبؤ ولا تنجيم ولا له علاقة بالأبراج هذا له علاقة بكل بساطة يعني في هلا في ليش لأنه الاحتباس الحراري موجود يعني نسبة كمية المياه اللي ارتفعت بأوروبا عالية فإذا رح تسمعوا ببعض المدن الأوروبية غرقت رح تغرق البندقية بدأت بالغرق فإذا مالديف جزر المالديف مهددة أكثر من جزيرة إندونيسية مهددة هذا الكلام مو تنبؤ متوقع. طب يمكن نحن نرمين هلأ عم نحكي عن هذا الموضوع يمكن نحن نعرف أنه ممكن يصير ما في إجراءات كتير حلو الإجراءات بدأت هلأ لكن نتائج هذه الإجراءات ستحتاج إلى عدة سنوات وللأسف الإنسان كتير سالي أو نيرمين أضر بالبيئة يعني ضله صار له 50 سنة وعم يضر بهالبيئة عم يستنزف فيها تمام عم يستنزف فيها تعبير كتير حلو فنجي هلأ بدنا نصلح بده وقت للأسف تخيلوا معي سالي نيرمين الغلاف الجوي تبعنا ارتفع 600 متر 600 متر عن سطح الأرض عن طبيعته بسبب الاحتباس الحراري يعني هل 600 متر بتقولوا ايش 600 متر عادي لكن فعليا 600 متر يعني 4 درجات يعني نحن تغير رؤيتنا للأهلة للشمس لما تغرب يعني أنا لما أشوف مثلا بطلع على الشاطئ وبشوف لما الشمس تغرب هالمنظر جميل جدا فعليا أنا ما عم شوفها لما تغرب الحقيقة أنا عم شوفها خلف طبقة من غاز ثاني أكسيد الكربون أي رؤيتي للشمس وهي تغرب ليس الرؤية الحقيقية أصبحت رؤية وهمية في بعض المدن بالصين سالي نيرمين صاروا يحطوا شاشات ليشاهدوا الناس من خلال الأقمار الصناعية غروب الشمس من شدة الاحتباس الحراري إذا فعلا هذه كارثة من صنع الإنسان ويجب معالجتها فرح تسمعوا كثير بقصص الكوارث لأنه هذا الشيء مو متنجم ولا عرف عنا شو تيمونا نحن للأسف الحرارة الصيف رح تكون عالية مثل ما استمرار للسنة الماضية يعني 2021 أعلى من السنة الماضية لا نفس التدريجية رح تحافظ على معدلة ممكن تكون أعلى نص درجة بالمعدل الأمطار مثل ما قلت لكم سابقا وكررت والحمد لله يعني دراسات عم تكون كثير دقيقة أنه الأمطار عم تكون غزيرة قليلة. لكن قليلة فترات متقطعة يعني لاحظتوا نزل يومين ثلاثة أمطار غزيرة إجانا أسبوع استقرار رح ينزل هلأ في جاينا منخفض أمطار غزيرة استقرار طيب هذا كمان مشكلة نحن أولا الأرض مكسفين من هالأمطار كتير ثانيا صحيح. ثانيا هو الجو البارد الجاف بشكل عام سيء هلا ان شاء الله ممكن الامطار بغزارتها تتجاوز معدلاتها لكن الفكره مو هي الامطار المفيده الأمطار المفيدة أنه تنزل بقدر محدد بفترات مستمرة يعني أنه يكون فصل الشتاء شتاء السنة مثلا من المعلومات المهمة جدا أنه الإحساس بالبرد رح يبدأ 23/1 أنا عم أعطي أرقام حتى دقيقة بين 20 ل 23/1 الجو حيكون وفق الدراسات المناخية هو ذروة حيكون الشتاء عنا وهو منسحب عادة نحن من 23 ولا من هلا ل 23 لا 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 23 واحد 23 كم يوم قبل وكم يوم بعد هدول من ذروة الشتاء بالعادة نحن ذروة الشتاء بتتأخر خبي فحماتك الكبار لعمك آدار فمنلاحظ انه ذروة الشتاء انسحبت هذا يعني انه الصيف مقبل سريعا يعني حنلمس الصيف ببداية آدار نلمسه فهي هو الاحتباس هذا صنع الإنسان هذا ما صنعه الإنسان عام 2022 يجب أن يبدأ العلاج إذا ما بلشنا العلاج سالي نيرمين المشكلة رح تتفاقم أكثر مثلا بالجزائر والمغرب إلنا أصدقاء كتير عم نتفاجأ بكمية الأمطار والثلوج اللي هن متعودين عليها وصلني صور على الصحراء الجزائرية مغطاية بالثلج بهالفترة وهذا شيء مفاجئ كان رح تسمعوا ودائما احنا وياكم نطلع سوا رح تسمعوا بمدن ودول ما بتنعاد تنزل فيها أمطار عم تنزل فيها أمطار وثلوج مثل بعض مناطق الخليج بعض مناطق السودان رح تسمعوا ثلوج مصر
ببعض مناطق مصر يلي نادرا ما يشوفوا الثلوج، رح تسمعوا هالسنه فيها ثلوج. تخيلي شرم الشيخ ما فيها ثلج تماما يعني. حتى بالايام الماضيه كان بمصر ثلج تماما. بالمقابل رح تسمعوا مثلا مثل ما سمعنا السنه الماضيه بالمانيا عده وفيات بسبب ارتفاع درجات الحراره. هالسنه رح تزداد اكثر، رح نسمع بشمال روسيا. الروس متعودين على درجات الحراره المتدنيه جدا، يعني هن عندهم مثلا 20 فوق الصفر شوب. اليوم السنه هي معتدل بيكون تماما، السنه هي لا رح نسمع بحراره اعلى من هيك. طيب شو السبب؟ برجع بقول لكم السبب هو الاحتباس الحراري. عام 2022 عندنا مشكله جديده اللي طالما عم نحكي عنها، هي موضوع البقع الشمسيه. البقع الشمسيه على سطح الشمس اللي هي مناطق بارده على سطح الشمس ازداد عددها بشكل مفاجئ، وحكينا عنها سابقا انه ممكن تسبب تولد انفجارات شمسيه. هذه الانفجارات الشمسيه ممكن تاثر على منظومه الكهرطيسيه، المنظومه الكهرطيسيه على الارض ككهرباء، كاتصالات جويه فضائيه الى اخره. لكن الجيد بالموضوع انه هذه البقعه الشمسيه حاليا بادنى نشاط لها، فمو متوقع بعام 2022 اللي هي ذروه عام 2022 و23 ذروه هذا النشاط ان تؤثر الشمس علينا. اذا عندنا الغلاف الجوي مؤثر سلبا، عندنا الشمس مستقره، هذا شيء ايجابي. فبالتالي عام 2022 على الانسان ان يبدا بمعالجه مشاكله ويترك الطبيعه، فالطبيعة لن تؤثر بعام 2022، الطبيعة لن تحمل أي شيء بإذن الله تعالى سلبي على البشرية بعام 2022. يعني مستقرة الطبيعة، كواكبنا بخير، شمسنا بخير، بس الإنسان بخير مستقر. لكن الإنسان مو بخير، الإنسان ما زال عم يعاند. والخوف سالي نيرمين، الطبيعة ما بتتعاند، يعني رد الطبيعة قاسي. الوباء كورونا هو رد، الاحتباس الحراري هو رد، كميات الأمطار وحرائق الغابات هو رد، هذا كله رد من الطبيعة. ليش؟ لأنه ما بيصير نحن نلعب السلسلة، نحن عم نلعب بالسلسلة البيئية الكونية بقوانين كونية. هذا التلاعب رح يأثر، رح يأثر سلبا على حياة الإنسان. الحمد لله العلماء واعيين، في إرادة لمعالجة هذا الموضوع، لكن للأسف ما زال هناك بعض الدول من أصحاب القرار على المستوى العالمي متعندة برأيها، يعني ما بدها تتعاون مع الآخرين. حل هيك مشاكل ما بيمشي الحال بدولة لحالة، في دول متعددة لازم تكون متكاتفة مع بعض البعض، متفقة مع بعض البعض لنعالج هاي المشاكل. نعم. وإلا نحن مقبلين على انقراض سادس. نعم إن شاء الله. لا ما بنوصل لسادس إن شاء الله المرحلة. أكيد أنا متفائل، دائما نحن نعطي الرتم العالي مشان يكون الوضع مستقر، مشان يسمعوا لرأي العلم والعلماء. العلم والعلماء اليوم، العلم هو مستقبلنا، العلم هو مستقبل العالم كله. أكيد. فلازم نسمع له. نعم. خلينا هيك بالوقت المتبقي سريعا نحكي عن الابراج، كونه هلا رح يكون في توقعات، كيف الناس رح يفهموا هذا الموضوع، كيف رح ياثر عليهم ولو سريعا جدا. تمام. سريعا جدا الابراج، اولا كل الابراج كل شيء عم يحكون المنجمين كذب، لان المنجمين عم يعتمدوا على ابراج وضعوها البابليين قبل 4000 سنه. نسفنا لهم كتبوا تماما. لكن الابراج الحقيقيه مختلفه تماما، يعني مثلا عدد الابراج 13 مو 12. في عندنا برج الحواء من 28 تشرين الثاني ل 17 كانون الاول، نتذكر هذا التاريخ 28. برج الحواء، برج الحواء قبله شو بيجي؟ قبله بيجي العقرب وبعده بيجي القوس. مات انا العقرب. فاذا لاحظوا هي الفتره، هي الناس للاسف الشديد المنجمين متجاهلينها، لانه رصد الفلكي يختلف تماما عما يقولونه. هن عم يحكوا عن كلام قديم حطوه البابليين 4000 سنه. اليوم الرصد الفلكي، مشاهده السماء، رصد الشمس، بتتغير معنى ترتيبة الأبراج اللي بيحكوها. 13 برج، ما في ولا برج مدته 30 يوم، يعني العذراء 48 يوم، العقرب 8 أيام ل 10 أيام، إذا تتغير فترة الأيام. إضافة لهالشيء برج الجوزاء، الشمس هلا بتسمعوا كثير منجمين هذا العام رح يقولوا هذا عام برج الجوزاء، ما في شيء اسمه برج الجوزاء، الشمس لا تمر من برج الجوزاء، الشمس تمر ببرج التوأمان، والجوزاء مختلف تماما عن التوأمان، كل واحد بسويه، كل واحد بمكان. التوأمان امتى بيجي؟ بين اي واي؟ ماني حافظ تاريخه، بنفس فترة الجوزاء، لكن هو مو الجوزاء. يعني بحزيران. تماما، بنفس فترة الجوزاء، بس مو هو الجوزاء، ما بس نقول جوزاء، بنقول توأمان. توأمان. هذا شيء وهذا شيء ثاني. اذا الابراج اللي عم يحكوها غلط، حتى بيقولوا انه زحل مثلا ببرج هنا، ليش بيقولوا انه عام الجوزاء؟ لانه زحل بالجوزاء او بالتوأمان، هذا الكلام مو صحيح. زحل يلي بحب يصدق انه الابراج كذب، بكل بساطه يجي على المرصد ويطلع وين كوكب زحل، يكفي، يكفينا هذا الدليل، بيلاحظ انه المنجمين عم يقولوا كوكب زحل بالجوزاء، راح يلاحظ انه كوكب زحل بمكان اخر تماما. نعم.
للأسف. فإذا تنبؤات كلها غير معتمدة على أساس علمية، هي علوم زائفة. نعم. كذب المنجمون لو صدقوا. صحيح. أكيد إن شاء الله دائما نحن بنتمنى الخير الآتي من رب العالمين. إن شاء الله يمكن نحن أمام قوة الإلهية ما في قوة ثانية يعني أبدا. شكرا لوجودك معنا، إن شاء الله يكون أحداث فلكية جميلة على الجميع وطاقة إيجابية كونية على أيضا العالم. يسعد صباحك العام وانت بخير سالي نيرمين. لجميع المشاهدين عام جديد يا رب ملء التفاؤل، تفاؤلوا بالخير تجدون. نحن دائما متفائلين بعام 2022 إن شاء الله يا رب. دكتور نتشكرك لوجودك معنا ولكل الطاقة اللي منحتنا إياها، ولازم نقعد قاعدة نحكي فيه عن أبراج الفلكية الصحيحة. صحيح. من منظورك. شكرا كثير لك. يسعد صباحكم.